نكمل باللي حكينا. لما استخدمنا الفيلانز وشفنا طلع معي لما تعمل امبلمنتيشن الفيلانز جوا الشبكه اللاندن، نطلع عندنا قضيتين: توصيل السويتشات مع بعض وحليناها بالترانكينج، ما ننسى الاي اس ال والدوتوني كيو والموست كومن دوتوني كيو. وقضيه اخرى اللي هي انتر فيلان، العنصر بفيلان 1 بيقدرش يحكي مع عنصر اخر بفيلان نمبر 2. فلما فصلنا السويتشين فيزيكلي وصار عندي تو دومينز اللي شلنا الكيبل بين السويتشين، كنا بدي اوصلهم مع بعض وخليهم يحكوا مع بعض بس بدون ما يتوصلوا الدومينز مع بعض. شو جبنا؟ راوتر. الراوتر لانه اصلا بحد ذاته هو عباره عن دومينز، كل مدخل دومين برودكاست دومين على الثاني، يعني مختلف عن الثاني. اذا بدك توصل بين الدومين الاول يعني فيلان نمبر 10 وفيلان نمبر 20، شو بدنا نجيب؟ راوتر. ناخذ كيبل من فيلان نمبر 1 على الراوتر، كيبل من فيلان نمبر 2 على الراوتر. هاي الراوتر عليه مدخلين لانه عندي 2 فيلانز. لو عندك 4 فيلانز عندك 4 مداخل. قوانين الراوتر زي ما حكينا كل مدخل له شبكه مختلفه عن المدخل الاخر. اذا الناس العناصر اللي بهاي الفيلان لهم نتورك اي بياتهم من شبكه غير عن الناس اللي بهاي الفيلان. تخيلوا الاربع اجهزه مشبوكين على نفس السويتش لكن ماخذين من تو ديفرنت اي بي نتوركس. قوانين الراوتر بتقول قوانين الفيلان شبكتين مختلفات. الراوتر اللي حكى لي بالموضوع مش الفيلان. يعني الفيلان جزأت الدومين لدومينز. الفيلان اللي بنعتبرها لاير 2 يعني بنتكلم دومين واحد خلينا تو دومينز ما لهاش بالاي بيات. لكن عشان تخلي الدومين الاول يركب على الدومين الثاني بدك توصل من الراوتر. قوانين الراوتر بحكي لك مدخلين، كل مدخل لنا شبكه، خلص انتهى الموضوع. الناس اللي هون مين الجيت واي اللي لهم؟ اي بي تحت الفاصل تم 00. الفيلان رقم 20 الجيت واي اللي لهم اي بي تحت الفاصل تم 01. هاي هيك بنوصل الفيلانات. طب زادوا الفيلان عددهم صاروا اربعه، ممكن 40، ممكن 100، ممكن 200 فيلان عندي بالمنظومه. كلها ما بنجيب الراوتر عليها المداخل هاي. شو بدنا نعمل؟ نحلها. شو شو بدنا نحلها؟ بالانترفيلان. الانترفيلان توصيل بينا وصلناها بالراوتر، بس الراوتر بحكي لك انا ما بقدر اجيب لك مداخل كثير، شوف لك حل ثاني للانترفيلان. الحل الاول التقليدي، الحل الثاني بدنا نشوف شوف لنا حل لهالموضوع. لا احنا ايوه دائما اذا زنقنا بالفيزيكا بنروح فيرتشوال. طيب عندي هون تو فيلانز، بنجيب راوتر الراوتر بدل ما اجيب مداخل متعدده عليه بجيب مدخل واحد، يعني مدخل واحد بوصل واحد من السويتشات اما السويتش الاول او الثاني مش شرط على السويتشين واحد منهم. المدخل هذا كانوا مداخل روح على الراوتر، كنا نودي على الراوتر مداخل، بدي اجيب مدخل واحد. شو لازم يكون هون؟ لما وصلنا بين السويتشين شو كان الوضع بين السويتشين؟ ترنك. بين السويتشين هون ترنك وهناك ترنك. طب بين الراوتر والسويتش شو لازم يكون؟ هون شوف يا جماعه بدي ارجع كيبلين، بدي ارجع بفكره الكيبلين.
لما كانوا كيبلين تو كيبلز، كل واحدة من فيلان، هاي من الفيلان اللي هون والثاني من الفيلان الثاني هيك صح؟ بطلنا عن الموضوع، بدناش مبنى كواب اللي فيه، بدي ألغي، سوري بدي أرجع هون، كان هذا موجود بفيلان 10 وهون بفيلان 20، بس بطلنا بصير كيبل واحد، كيبل واحد مش محسوب على فيلان معين، شو بده يكون؟ من جهة السويتش ايش هون؟ شو بده يكون هون؟ والراوتر للترانكبل اكسس. طب احنا سؤال، ليش بنعمل ترانك بجهة السويتش؟ لان السويتش عليه عدة فيلانات، السويتش هذا ايوه الفريم طالع فيلان 1 او 2 او حسب رقم الفيلان. طيب بنعمل ترانك من هون ونعمل ترانك للراوتر، الراوتر كم فيلان ممكن تكون عليه؟ ما في فيلان على الراوتر؟ ليش؟ الراوتر عليه فيلان ولا لا؟ بقدر اجزء الراوتر للفيلانات ولا لا؟ هل ليش جزئنا الفيلانز على السويتش؟ لا ما بقدر، لانه هناك اصلا كل واحد بيركز دومين، مداخل السويتش بالاساس كم دومين؟ دومين واحد، عملناهم دومينز بالفيلانز. ايوه مداخل الراوتر كم دومين؟ دومينز، عندي اربع مداخل على الراوتر كم دومين؟ بدك في داعي تدزهم فيلانز؟ باساسهم جزئين، مداخل الراوتر الاربعه، عندي مداخل السويتش اربع مداخل السويتش، بالاساس كم دومين؟ دومين واحد بالاساس بالسويتش، بقدر اعملهم اربع دومينز. بتعمل فيلان 1 و 2 و 3 و 4 وتحط كل مدخل بفيلان، صاروا اربع دومينز. مداخل الراوتر اربع كم دومين؟ بقدر اعمل فيلانز، ليش بدك تعمل فيلانز؟ هم اصلا جزئين، اربع دومينز، اربع بروكاست دومينز. ده الراوتر ما لهوش على الفيلان، انت عند السويتش بتحكي فيلانز على السويتشز مش للراوترز. طب سؤال اخر، لو كان عندي سويتش 1 هون او سويتش 2 واصل على الراوتر، عندي سويتش 2 وعليه فيلان 10 و20 واصل على الراوتر، والراوتر كان واصل على الراوتر الثاني، والراوتر الثاني عندي سويتش عليه فيلان 10 و20، الجهاز اللي فيلان 10 على السويتش عند الراوتر الاول والجهاز اللي فيلان 10 على السويتش الثاني من راوتر 2 نفس الفيلان؟ لا عندي اها، عندي سويتش عليه فيلان 10 و20 واصل على راوتر 1، سويتش 1 عليه 10 و20 واصل على راوتر 1، راوتر 1 واصل على راوتر 2، راوتر 2 واصل على سويتش 2 وعليه فيلان سويتش 2، سويتش 2 عليه فيلان 10 و20، فعندي جهاز على سويتش 1 بفيلان 10، جهاز على سويتش 2 بفيلان 10 نفس الفيلان. ليش؟ هل هم بنفس البرودكاست دومين؟ ليش؟ يفصل بينهم راوتر او راوترز، اذا مستحيل يكون نفس البرودكاست دومين، كيف يكون نفس الفيلان؟ اذا حتى لو كانوا نفس الرقم هون وهناك ما بيقربوا لبعض. صح؟ الوصل بين السويتش الاول والسويتش الثاني لاير 2 نتورك انتهى، بطل في فيلان، الفيلان ما بتمد، ما كانت اكستند بيوند الراوتر، تقدرش تكون مو يعني نفس الفيلان يعني مر عبر الراوتر. احكي هذا العنصر بفيلان 10، في عنصر ثاني بفيلان 10 بس بينهم راوتر، مستحيل يكون نفس الفيلان، انه مش نفس البرودكاست دومين. تمام؟ تقدرش تسحب معك الفيلان برا الراوتر، تتعدى الراوتر. اوكي؟ الفيلان. عند الرقم خلص انتهى موضوع الفيلانات، لو في فيلانات اخرى ورا الراوتر مختلفه حتى لو كانت نفس الرقم، لها ديفرنت بودكاست دومين. الراوتر اذا ما في ترانك لانه ما عنده فيلانات. طب اذا صار بجوز انه صعب اني اجمع الكوابل الراوتر بكيبل واحد، يعني الكوابل اللي طالع من الراوتر الاربع كوابل ولا ثلاث كوابل طالع من الراوتر احطه بكيبل واحد من جهه السويتش بيزبط، عمل ترانك، لكن من جهه الراوتر ما بيزبط لسببين، تقدرش تعمل ترانك. هاي واحد. الشغله الثانيه، عندك فرضا عندك اربع مداخل على الراوتر كل واحد اي بي من ديفرنت نتورك،
اذا اجمعهم مع كيبل واحد مدخل واحد للراوتر، كيف بدي اعطي 4 اي بيات لنفس المدخل؟ شو صار؟ فهمت الموضوع؟ هل بامكاني عندي قلنا لو كان هذا الدومين عندك 4 دومين، شو بالجمله يجيب راوتر ب4 مداخل؟ قلنا هيك صار بصير يصير الموضوع صعب تجيب راوتر عليه مداخل لان كثير. لو كانوا 20 لان 30 لان بصير الموضوع مستحيل. فقلنا اوكي بنجمع الكوابل الكثير اللي طالع بين السويتش والراوتر بكيبل واحد. من جهه السويتش بعملها ترنك، من جهه الراوتر عندي مشكلتين، ما بزبطش يكون ترنك. زاد الاي بيات تاعت الفيزيكال انترفيس ما بقدرش احطها كلها على نفس الفيزيكال انترفيس المجموع. الحل من جهه الراوتر اعتبر الفيزيكال انترفيس انترفيسز، اعتبر الانترفيس اعتبره مداخل جزئيه. يعني اعتبر هالفيزيكال انترفيس اللي اسمه فاصل من الزيرو على الزيرو بالراوتر اعتبره يحتوي على سب انترفيسز. يعني اكبر لك هاي لو هذا المدخل هيك عمل لك دويره كبيره هيك فاضي، هذا المدخل سب انترفيس مدخل جزئي، الباب الواحد ابواب كثير، هيك اعتبره هذا المدخل، المدخل الفيزيكال هذا الدويره هاي زينه فاصل ايثر من زيرو زيرو، اعتبروها هيك لو كسرناها بيطلع معي مداخل كثير. يتكون هالمدخل من عده مداخل جزئيه هيك فيرتشوال، الحين كلها فيرتشوال صب انترفيس كم واحد؟ جزء اعتبرهم كثار 20 30 40 حتى 50 ممكن يعني حسب القرار. وكل صب يعتبر فيزيكال انترفيس، كل صب له اي بي مختلف عن بشبكه عن شبكه الصب الثاني، الصب الثاني مختلف عن الصب الثالث. هذا مرتب اها طيب شو بصير المرتب هاي؟ لا ما فيش اي بي، الشيء اللي تابع انا بحكي له نوشن داون لاحظ انيبل بس واي بي ما له فيزيكال مش حاطه لا اي بي ولا له استعمال بس هيك لا هو كفيزيكال واصل كيبل ونوشن داون الصب الاول بس سوء يعني نقطة أخرى الفريمز اللي جاي بالسويتش الثاني يجوز يزعل الراوتر بحكي لك شو هاي الفريمات غريبة هي عليها رقم. طيب الموضوع الثاني نعكس الفريمات اللي تطلع من الراوتر من الصب انترفيس بيطلع فريم الصب الأول فريم الصب الثاني تطلع بدون رقم أنت شو بده يطبل السويتش ويروح يقول شو بده يديني فريمات زي هيك كلها معقول نيتن؟ فبدك تحكي للراوتر لو سمعت للراوتر الصب الأول محسوب على البلان 10 فرضا الصب الثاني محسوب على البلان 20 الصب الثالث محسوب على البلان 30 لازم كل صب له تحدد له يعني يودي تاج نمبر يعني الصب الاول اذا بعثت فريم من الصب الاول يكتب لي عليه رقم 10 عشان السويتش يفهم انه البلان 10 البلان 10 الصب الثاني بلان 20 الصب الثالث بلان 30 يعني تيجي تعمل كونفجريشن للصب انترفيس تحط فيه على مين يعتبر لاي يعني تاج نمبر والاي بي ادرس الصب الثاني تاج نمبر والاي بي ادرس الصب الثالث تاج واي بي كل صب بيلزمه تاج نمبر وصب انترفيس ايوه اي بي اكسس وتاج ما الموضوع مش تاج ولا ترانك ولا اكسس راوتر ما لهوش لا اكسس ولا ترانك ترانك واكسس عند السويتش راوتر ما بيفهمش هاي الاوني بس ليش عملنا تاج نمبر عشان ما يستغرب اذا وصلوا فريم عليه تاج برضه لما يبعث فريم باتجاه السويتش يعرف شو التاج نمبر اللي يحطه عشان السويتش يميز. هاي شو بنسميه راوتر ان استيك راوتر ان استيك اوكي الراوتر ان استيك الكونفجريشن للراوتر هاي الفاس ايثرنت انترفيس فاس ايثرنت 0 0 نو شت داون للفيزيكال. انا عندي مثلا فيلان 10 20 99 99 هي نيتف على ترنك من جهه السويتش هذا المدخل ترانك نيتف سوري مود ترانك وبثبته مش داينامو ديزربل بدك تعمل سويتش بورت مود ترانك هون تيجي على المدخل الصب الاول انترفيس فاصل يثني 0 على 0 دوت 1 يعني هذا الصب الاول انت محسوب على بلان 10 انكابسوليشن دوت 1 كيو 10
الصب الاول انت محسوب على بلان نمبر 10، والاي بي ادرس لك 172 17 1 1 على 24. خلصنا. الصب الثاني فايل انترفيس فايل ايثرنت 0 على 0 دوت 2 انكابسوليشن دوت 1 كيو 20، والاي بي ادرس 172 17 2 دوت 1 على 24. كل صب له ديفرنت نتورك. الصب الثالث فيلان 99، شوفوا هاي الفريمات اللي جاي من هون من فيلان 99 شو بتكون؟ انت نيتف انت. فشوف شو بنعمل جهه الراوتر انكابسوليشن دوت 1 كيو 99 نيتف. اذا جاك فريم انت فاعتبره من الصب رقم 3، واذا بعت فريم من الصب رقم 3 ابعثه انت. والاي بي ادرس 172.17.99.1 على 24. هاي راوتر الاستك. كل فيلان عندك هون لها صب انترفيس. كل فيلان صب انترفيس. هاي لو كان عندك سويتشين كم راوتر بنجيب؟ 50 سويتش، راوتر واحد. طب الكم صب انترفيس بعدد الفيلانات؟ عدد البرودكاست دومينز. هيك بتذكر اغلب موديلات يعني مش يعني اتوقع يعني حسب مش حسب الموديل كل الموديلات زي هيك ب 50. ليش هسه احنا ليش اعطينا لكل فيلان اي بي رينج غير عن الثاني؟ مو بدل الفيزيكال مش كل فيلان دومين؟ والدومين قوانين الراوتر كيف مين بوصل بين الدومينز؟ البرودكاست دومينز الراوتر. ايوه بس ايش الكوماند اللي بدي احطه للفيلان عشان اعطيه الاي بي ادرس؟ هذا الراوتر ما تبع السويتش مانجمنت خليه تبع المانجمنت. السويتش ما بعده ما حكيناش بالسويتش، حنحكي عشان انتر فيلان بالراوتر بس. فهمتني؟ اعطيه السويتش اي بي ادرس؟ لا بس عشان الفيلان المانجمنت بس وخليه على جنب. سباجية كلها مع بعض. ضل بيجي بتاخر النخل. طيب يا جماعه بدي اوصل عندي سويتشات عشان اوصل لو كان عندي فيلانات اجيب راوتر محمل لي كمان ثمن راوتر عندي سويتشات وعملتهم فيلانات بروح اجيب كمان راوتر وشغله. قال اوكي يعني بدل اجيب راوتر ويكون عندي لينك بين سويتش من هالسويتشات والراوتر وترنك وتعمل مانجمنت للراوتر وكذا بدنا نكبر لك واحد من السويتشات ونخليه لاير 3 عشان الموضوع ليش لاير 3 عشان موضوع هذا اللاير 3 سويتش ينقل الداتا بين فيلان وفيلان مش الراوتر لاير 3. ما بتخلي الراوتر كل امكانيات الراوتر بتخليه بس عشان الموضوع انه يودي داتا بين فيلان وفيلان. طب اوكي مستغني عن الراوتر او تستغني عن الراوتر. طيب الاي بي ادر على الراوتر على السب انترفيسز او على الفيزيكال انترفيس حسب شو مستخدم بالراوتر. بدنا نستغني عن الراوتر نجيب اي بي ات ونزلها على لاير 3 سويتش لمين نعطيها؟ شوف لو جبت فاس ايثرنت لو جبت مدخل هيك اس ام بي ايثرنت بورت وركبت جوا الراوتر شو بتعمل له سيتنجز؟ تسوي له راوتر زمان زمان فاس ايثرنت 00 ركبناه جوا الراوتر شو بيلزم معدلات اساسيه على الراوتر؟ طيب ترانك واكسس شو دخله؟ لو جبنا نفسه ركبناه بالسويتش هيك الاي بي ترانكو اكسس صح يا ترانكو لا انا فاصل ايثرنت 00 تعاملت معه جوا الراوتر مثلا شبكه الزينه فاصل ايثرنت او ايثرنت بورت جوا الراوتر غير عن تعاملك معه جوا السويتش. انا عشان هيك له قضيه يعني لما تعامل جوا الراوتر بكون تعامل بمنظور الراوتد بورت يتعامل معه جوا السويتش سويتش بورت معي؟ ايثرنت فاس ايثرنت مش عارف رقمه ولا الجيجا ايثرنت اي ايثرنت بورت اذا كان راكب جوا الراوتر مختلف لو كان راكب جوا سويتش
عشان يسمي راوتد بورت وسويتش بورت. بورتات السويتش ما بتاخذ اي بي ادرس فيزا موضوع انه ادرس مود وفيلا هاي الاشياء بس ما لها اي بي ادرس. اذا بدنا نروح الاي بيات من الراوتر ننزلها على السويتش مش عارف تذكر بورت. طب مثلا فيلا 10 فيها بورت 01 و02 و03 و04 و05 و06 و07 و08 و09 و15 فيلا 10 لمين بدك تعطي؟ لمين بدك تعطيها على الفيزيكال بورت؟ هذا لا 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 حكينا الاي بيات على الراوتر مش راح نسال على الراوتر والاي بيات بحط على السويتش وين على الفيزيكال بورت. طب ما هو فيلا 10 ماخذه كانت رينج فيلا 10 172 17 10 1 لاي مدخل بالسويتش فيلا 10 بالسويتش عليه 87 بورت. انا بدي اعطي الفيزيكال بورت تعطيها للفيلا نفسها يبقى ليش كان انترفيس ممكن هون كل لاير في سويتش تعامل البنان كانها فيرتوال انترفيس. شو بنسميها اس في اي فيلان بحكي على اللاير في سويتش المانجمنت ترك لي عجله خليني شوي مانجمنت عجله عشان موضوع المانجمنت خليه عجله تمام. اللاير 3 سويتش من السهل على الراوتر والراوتر عليه عده اي بيات مين ناخذ الاي بيات نحط على السويتش وين نحط على السويتش على الفيلا نفسه. شوف كيف نعمل كونفيجريشن السويتش طبعا مثل تحكي فيلا 10 يا انترفيس الاسم فيلا 10 ولازم تكون موجوده هاي الفيلا 10 لازم تنشئها بعدين تعملها انا حاليا في سويتش يا جماعه لا يتوب ما في اي بيات لا يتوب ما في اي بيات انه موضوع المانجمنت خلينا الموضوع المانجمنت على جنب لا يتوب ما في اي بيات. على السيناريو القبلي قبل ما تشيل الراوتر كان شغال عادي تمام انه بودي باكيت مثلا بتوصل اوكي هي يعني مثلا يوزر بفيلا 10 اي بي 172 17 1 5 ها والجيت واي 1 1 بودي لل 2 10 الاثنين العشرة بجلال 20 لما يودي الداتا على لاير 2 بوديها على الجيت واي على مات الجيت واي صح؟ على لاير 2 من 1/10 الى 2/10 بس لما يبعث على لاير 2 من لاير 2 الى مات الفيزياء صب انترفيس الاول للراوتر يعني كل صب له فعل انه ماك ادرس للراوتر ها؟ كل صب له ماك ادرس فلما تروح على ماك ادرس الجيت واي تاعته السويتش بيفودها من الترانك بورت والديستنيشن مثل ماك ادرس فرضا الماك صب اول صب انترفيس اول له بي 1 الفيزيكال ادرس فبتوصل عند الراوتر انت جاي للبي 1 بفتحها بشوفها رايح مش للبي 1 مش للراوتر هاي رايح لل 12 12 حسب الراوتنج تيبل تطلع من الصف الثاني يلا خلينا احط الجو في الايثرنت فريم السورس ماك ادرس ماك ادرس الصف الثاني اللي يليده كسورس صح مرسل من الراوتر الى الكلاينت مصدر المصدر سكورس ماك ادرس يكون هناك الراوتر اي مخرج الصب الثاني تبع الصب الثاني بي 2 وين رايح؟ لماك ادرس تبع الجهاز 22 22 ماك ادرس له اي 2 يلا يطلع باتجاه اي 2 وصلت مكتوب على فريم فيلان 20 وصلت السويتش فيلان 20 وين رايح؟ للاي 2 اي 2 موجود على بورت 15 جوا فيلان 20 تفضل روح شوف هي طلعت من السويتش الاول على الترنك ورجعت على نفس الكيبل كل صب له ماي ماك ادرس بي 1 تعرف الصب الاول بالانترفيس الراوتر صب بالانترفيس الاول بالراوتر بي 1 ماك ادرس صب بالانترفيس الاول بي 2 ماك ادرس الانترفيس الثاني كان الداتا راح من فيلان 10 ايوه 20 الاي بي زي ما هي من 1/10 الى 2/10 اليوزر الاول اي بي 1/10 اليوزر الثاني 2/10 زي ما هي زي ما هي فعليا يعني الاي بي جهاز البوليسي والاي بي جهاز المستقبل اللي حكينا زمان بالار السورس ماك ادرس ماك ادرس سورس ماك ادرس المرسل والديستنيشن ماك ادرس تحت الجيت واي يعني تطلع من نتورك لنتورك
الناس نرجع نعيد الكورس ها دائما احكي لكم الارم اهم موضوع شرحناه زمان دائما بحكي الارم اهم الاي بي حكينا من زمان فكل الاي بي ركزوا له على الارم لانه بدخل معنا كل شيء وراح يرجع معنا هنا عشان ما يضل تخيل بدي اطلع من الداتا من اليوزر اللي يطلع نفس السويتش يطلع الراس بترجع طيب ايش بنعمل لاير 3 سويتش؟ هو مش كل السويتشات واحد بيعمل لاير 3 سويتش بنستخدم الراوتر نجيب الاي بيات اللي على الراوتر ننزلها على السويتش وين بدك تنزل على السويتش؟ على الفيلان نفسه بس لازم يكون في فيلانات على السويتش كيف نشيل الفيلانات على السويتش؟ كان لاير 2 ولاير 3 نفس الفكره زي ما حكينا فيلان 10 انشات الفيلان فيلان 20 انشات الفيلان اثنين اوبشنال فيلان 99 هيك انشات الفيلان تعال على السويتش ان كان لاير 2 او لاير 3 هي شو فيلان بيعطيك الفيلانات الموجوده على السويتش طيب نعطيها اي بيات قبل حتى من الاي بي كيف بدك تحكي مثلا لاي سويتش كان لاير 2 او لاير 3 فيلان 10 بدي احط بدي اخلي مثلا انترفيس 0 10 جوا فيلان 10 تيجي انترفيس خلاص انت هاي بحكي لك البورت اساينمنت انت شفت الفيلان فيلان البورتات باي ديفولت فيلان نمبر 1 فيلان 10 تحط فيها بورتات معينه مثلا انترفيس خلاص انت 0 على 10 بحط فيلان 10 تيجي على الانترفيس خلاص انت 0 على 10 switch port mode access خلينا مود اكسس بعدين switch port access VLAN 10 صار access mode وضمن VLAN 10 هيك تيجي عليه واحد واحد حتى تجيب اي VLAN كيف نعطي الـ VLAN IP للاير 3 switch للاير 3 switch كيف نعطي IP interface VLAN 10 لا انشأتها VLAN 10 قبل شوي بدي اعملها على انها انترفيس نسميها اس في اي سويتش فيرتوال انترفيس كل فيلان كانها انترفيس كل فيلان على لاير 3 كانها انترفيس انترفيس فيلان 10 هاي اي بي ادرس نو شت داون انترفيس فيلان 20 هاي الاي بي ادرس لها نو شت داون انترفيس فيلان 70 هاي الاي بي ادرس نو شت داون مره ثانيه انترفيس فيلان انترفيس يعني لو عاملها معاملة الانترفيس switch virtual interface SVI الاي بي مين اخذتها؟ الاس في ايز مش الفيلان حتى يعني خطر اقول فيلان الاس في ايز شو يعني الاس في ايز switch virtual interface يعني كل فيلان في لها انترفيس على لاير 3 switch اوكي اوكي فيلان عشان فيها مداخل معينه فهو مش شرط على نفس السويتش او بسويتش ثاني المهم كل فيلان كل اس في اي لها ماك ادرس عشان الجيت واي حاليا هاي الفيلان عشان الجيت واي انت في اس في اي 10 اس في اي 20 اس في اي 30 هذول بتثبت الجيت واي زي الكلاينت فلهم ماك ادرس مش شرط على السويتش السويتش اللي لعبته مالوش اي بي بس قلنا بنقدر نعطيه اي بي عشان الريموت مانجمنت مين اللي نعطي الاي بي؟ واحدة من الفيلانات اللي معتبرها مانجمنت فرضا فيلان 99 معتبرها مانجمنت للسويتش لاير 2 تحكي انترفيس فيلان 99 اي بي ادرس حط الاي بي بدك اياه ما بدكش انت فيلان لا انترفيس فيلان 99 طب صار زي لاير 3 صح؟ صح؟ لاير 3 كم فيلان بدك تعطي؟ لاير 3 اس في اي كم اس في اي عندك؟ كل الفيلانات لاير 2 واحدة بس صار جديد تعطي 2 3 4 بس ما تقدرش يعني تعمل راوتر يعني لو حتى بالسكتات جديد ممكن اعطي الفيلان كل فيلان على لاير 2 اس في ام ممكن اعطي الفيلان 10 20 30 40 50 على لاير 2 اي بي ات بس لو كلاير ما عنديش اي ريسورس كلاير من فيلان 10 ما بقدرش احكي ما فيلان 20 ما بيعمل راوتنج او سويتشنج من فيلان لفيلان لاير 2 حتى لو اعطيت الاس في اس في اي لكل فيلان اعطيت الفيلان 10 اي بي سويت لاير 2 وعطيت بيها 20 اي بي و 99 كمان اي بي هيك ما صار لاير 2 وصحيح اخذوا اي بيات كثير بس كلاينت بفيلان 10 ما بيقدر يحكي مع فيلان 20 لان هذا سويت لاير 2 ما بيعمل سويتشنج بين الفيلان ما بيقدرش يودي ترافيك من فيلان لفيلان بس مانجمنت بس مانجمنت عندك اكثر من اي بي عليك مانجمنت بس هيك ايش اللي محدد انه هذا الفيلان مانجمنت انت بتحط الفيلان بدك اياه للمانجمنت حاط سكوب عندي لهي البرانش اللي كنا نحكي عنه عندي 10 سويتشات كل واحد مثلا ماخذ 100 حاط الفيلان 99 المانجمنت الاول بعطيه 172 17 99 دول
في واحد دوت 10 والثاني دوت 11 والثالث 12 13 حط انت اللي اختار الذكيه يعني مثلا هاي البلان لا فيها بلان معينه انت اختار اي بلان واي سكوب وانتفض يعني مثلا هاي البلان مشبوك عليها السيرفرات والشغلات لا 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 ممنوع يفضل مش ممنوع يفضل ما تكون مشبوك عليها شيء عند المانجمنت بس تكون فاضي بس تنشئ بلان المانجمنت فاضي من المداخل من الكوارتر ما فيهاش فيزيكال كور ما في بورت 010 011 011 ولا ايش فاضي فيش عليها ولا اي ديفايس السلام عليكم سلير في سيرش مود بفرويد الفريم بتوين ايوه بين البلانات بدل الراوتينج بدل الراوتينج وفي عنده راوتينج تيبل راوتينج تيبل والنتورك النتورك خلاص شو بيبقى هذا من شبكه لشبكه زي الروتر بفرض عليها زي بيصير بس سؤال اصلا بقول له البلان صار شيء انا خليت لهم بس كان مثلا نقول البورت الاول والثاني من ضمن البيلانس او شيء بقدر استخدمه من المانجمنت بقدر استخدمه من اليوزر بصير البورت عادي بصير بس يفضل ما تعمل هيك عشان ما يكون ريتشبل او زي هيك بالنسبه لي مور سكيور لما يكون المانجمنت نفس الاند يوزر ديفايسز ليه ما زي ما بيحكوا البيلانس لأن بلان سي في يعني أي ما يصير دي جدي سي في كيف بتوزع هاي قصة ثانية يعني إذا جدي سي في سي في خليه بعدين نكمله بس سي في بس سويتش بكون ولا فعلا نخلص سويتشين نكمل بعد سويتش مباشرة تقريبا ونقطة أخيرة لما صار عندي لاير 3 سويتش ممكن أخلي سويتش بورت سويت زي بورت الراوتر نسميه راوتد بورت ممكن اخلي السويت بورت السويت كانه مدخل بالراوتر كانه راوتد بورت يعني ياخذ نفس الفيزيكال انترفيس ياخذ بالسويتش ياخذ اي بي ادرس انترفيس فايز ادرس 015 بس هو باي ديفولت سويتش بورت تحوله راوتد بورت كيف تحكي له نو سويتش بورت صار راوتد بورت ما تقدرش تعمل لا ترانك ولا اكسس مود ولا اي اشياء بعتبره كان جوا راوتر اللي هي الفيزيكال لا 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 تخيل هذا المدخل واصل على السويتش هذا السويتش اللي تحت الثاني عليه ناس بلان 50 اوكي خلص اوكي ما في داعي اعمل بلان 50 على السويتش هذا سويتش 1 سويتش 1 عملت بورت 15 راوتد بورت وبورت 15 واصل على سويتش 2 سويتش 2 عليه ناس يوزر بلان 50 كلهم ماخذين 172 17 50 وما في بلان 50 على سويتش 1 ما فيش عناصر اخرى سويتش 1 ببلان 50 اوكي اوكي خلاص اذا ما في داعي اعمل بلان 50 على سويتش 1 وحط فيها هذا البورت 15 ما في داعي اعمل راوتد بورت واعمل كيلو دي اي بي تاعك 172 17 50 1 على 24 وواصل على سويتش كانه هذا المدخل للراوتر كانه متخيل الراوتر مدخل للراوتر واصل هذا المدخل للراوتر واصل على سويتش على هاي النان ماخذين 172 17 50 0 بدون النتورك اي بي ان طب متى استخدم الراوتر بورت بدل ما استخدم البلان؟ هذا كان عندي زي ما حكينا مدخل بس مدخل ببلان 50 على السويتش الاول مش مداخل كثير ببلان 50 اعمل راوتر بورت اما كان عندك مثلا هذا المدخل بيلزم يكون ببلان 50 مدخل ثاني على سويتش 1 ببلان 50 مدخل ثالث ببلان 50 بتعمل ببلان 50 تعطيها الاي بي ان وهي المداخل وصل سويتش المره الجاي لا بالبيلان كل نسينا بيلان على المره بعدين وبنحكي عن نقطه ثانيه هي البي تي بي بقى بس على انا وبنشوفها بالله شوفها بياخذ من هذا او خلي خلي احسن لما تيجي تشوف شو البيلانات غلوا واحكي لكم فيه طريقه احسن السكيورتي فور سكيورتي فيتشر لا مره جاي يعني لا مره جاي
يعني لو تيجي بدري قبل السبعة أو متأخر نتخلص المرة الجاية يعني الجزء مش محتاج أكثر من ثلاث ساعات.